الأمور لازم تمشي زين. أنا أبي أمشي أروح الممشى يوم يومين ثلاثة أربعة أحس روحي تعبان وأرد أوقف، هل في خطأ في عملية ممارسة المشي اللي أنا قمت فيها أو لا؟ شنو أحتاج أساس أحقق الاستمرارية في المشي؟ كل هذا إن شاء الله يجيب عليه الدكتور نبيل طه في محاضرته بعنوان لماذا نمشي، فليتفضل مشكور. النشاط البدني تعدى كون رغبة، اليوم أصبح حاجة ملحة نظراً لما يعطينا النشاط البدني من فوائد في كذا جانب بنتكلم عنه. أسهلها أبسطها أرخصها هي رياضة المشي، لذلك احنا اخترنا المشي ونتكلم عنه ونتكلم عن ماذا يقول العلم، ماذا تقول منظمة الصحة العالمية، وكيف نضع برامج بسيطة وقياسات بسيطة. وين اللي حرك؟ لا رجع. اوكي خلاص. لأن بعيد على بعضكم بحاول أن أخذ بعض المقاطع، وهذه المحاضرة أنا بتركها للإخوان هنا اللي يحب يستفيد منها. تعتبر رياضة المشي، هاي اللي مكتوب، تعتبر رياضة المشي من أفضل الرياضات التي تناسب جميع الأعمار. رياضة المشي تناسب جميع الأعمار من الأطفال إلى الكبار، طالما أنت إنسان ربي سبحانه وتعالى منعم عليك بالصحة، فأحد الدلائل أن أنت عندك صحة هي قدرتك على المشي. نقدر نمارس المشي في جميع الأوقات وفي جميع الفصول وفي كل الأماكن تقريبا، ولكن يجب أن يكون هناك انتظام
انتظام في عملية المشي. زين ليش نمشي؟ ليش نمشي؟ هذه جاية من منظمة الصحة العالمية. أكثر الوفيات في ماذا تحدث؟ أسباب الوفيات على مستوى العالم: 1 ارتفاع ضغط الدم، 2 تعاطي التبغ، 3 ارتفاع سكر الدم، 4 قلة النشاط البدني، 5 السمنة المفرطة، 6 كوليسترول عادي. 6 أسباب: ضغط دم، سكر، كوليسترول عالي، سمنة مفرطة، نستطيع من خلال المشي أن نحد منها. 6 الأسباب الأولية في رياضة، في أسباب الموت، نستطيع عليكم السلام، نستطيع من خلال المشي أن نحد منها. شكرا الله خير. نعيد عشان الشيخ ولا يهمك. 1 اليوم أصبحت ممارسة النشاط البدني ليست رغبة، ولكن أصبحت من الضروريات نظرا لما يفيدنا النشاط البدني في التغلب على أمور كثيرة، منها الجانب الصحي والجانب الذهني. ليش المشي؟ لأن المشي أرخص الرياضات، يستطيع أن يمارسها الصغير والكبير في جميع الأوقات. وفوائد المشي، هذه 6 المسببات أو هذه 10 مسببات، 6 الأولية حسب منظمة الصحة العالمية لمسببات الموت: 1 ورقم 3 ورقم 4, 5, و6 كلهم تستطيع من خلال ممارسة المشي أن تحد منهم. ويمكن يكون حتى التدخين، لما أنت تمارس الرياضة وتهوى الرياضة مثل الأستاذ، بيصير على حساب أشياء ثانية منها هذه الممارسات الخاطئة. فلذلك نقول بأن فوائد المشي هي صحية علمية مثبوتة، وقلة اللي أهم، وقلة النشاط البدني، قلة النشاط البدني يزيد من أسباب تردي الحالة الصحية، واللي يؤدي لبعد الشر بأمر الله للوفاء. فلذلك يجب أن نفكر بأن النشاط البدني هو إلزام في الحياة العصرية اليوم. خلنا نتكلم عن إحصائيات. واحد من كل 4 شباب نشطين بدنيا بما فيه الكفاية. إيش معناته؟ 75% من شبابنا غير نشطين بدنيا. 75% من شبابنا غير نشطين بدنيا. شيء يخوف يا إخواني، اللي عندكم عيال، اللي عندكم بنات، أنتوا توفرون لهم حسب وجهة نظركم الحاجات أو الأدوات المساعدة للتفوق في الحياة، ولكن على قولة الكويتيين إحنا قاعدين نفقس عيننا بيديننا. إحنا قاعدين نفقس عيننا بيديننا نظرا لقلة النشاط البدني. اليوم على مستوى البحرين، على مستوى مملكة البحرين، حسب وزارة الصحة، نزل في الجريدة الرسمية، في إحدى الجرائد الرسمية، بأن 4 من كل 10 فوق 44 سنة في البحرين مصاب بالسكر خلال 10 سنوات القادمة. 4 من اللي قاعدين في القاعة فوق 44 سنة من 10 سيصاب بالسكر تايب 2. 3 أشياء لو عملتها
سكر ضغط دم والله 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 الحكم سكر ضغط دم كوليسترول عالي ثلاث أشياء لو عملتها ستحد منها نشاط بدني تغذية جيدة وراحة بنتكلم عنها 80% من الشباب 80% من الشباب غير نشطين بدنيا 80% خلي أقول لكم ليش والناس اللي أنا عمري 57 سنة واللي في عمري بيوافقني أنا يوم كنت صغير كنا نمشي معدل 10,000 ل12 خطوة ل 12,000 خطوة في اليوم نروح الخباز مشي نروح المدرسة مشي نروح النادي مشي هاي زيد عليه اللعب صح أستاذ زيد على كل شيء 12,000 خطوة في اليوم الحين كم عيالنا يمشون كنا ننام في البيت ونعيش برا نلعب طول اليوم نشاط بدني حتى الآن وهذه أبيدميك هذه ظاهرة عالمية اليوم في تدريبات القوة في شيء سموه functional strength اللي هي القوة الوظيفية قوة شلون تحريك الجسم ليش من كثر الأشياء اللي نعانيها فيجب 80% من المراهقين 80% من ولدي وولدي وبنتك وبنتك غير نشطين بدنيا والمخاطر اللي تيك من 6 أسباب للوفاة وخاصة إحنا دول الخليج في أول في طلاع الدول على مستوى السكر على العالم كان عندنا مؤتمر لمحو الأمية البدنية مفهوم الأخ أحمد هناك وراء مسؤول عنه محو الأمية البدنية أحد العلماء اللي من اليونسكو حط شريحتين من يفهمها يزعل شريحتين الشريحة الأولية تذكر بأن البحرين أفضل دول الخليج تعليما ثقافة تعليمية إحنا الأفضل ونيي في أول 6 دول على مستوى العالم في السكر معناته قاعد نفقس عيننا بيديننا وبنقول ليش فلا نستانس ان عيالنا مو مرضى بس احنا قاعدين ندفعهم بهذا الاتجاه ندفعهم في هذا الاتجاه وانا اسف ان اقول هذا الكلام بس هذه حقيقه النشاط البدني يمنع او يحد من العديد من الامراض اللي يحب يبحث في الانترنت كتبوا الدوبامين كتبوا السيتوسين كتبوا الاندروفين هذه هرمون له علاقة بالمتعة بالمزاج بالذاكرة بالنشاط هذا الهرمون من خلال الرياضة يصير في توازن فرط هذا الهرمون يسبب اضطرابات عقلية الرياضة تساعد في هذا التوازن لذلك إذا أنت جذران إذا أنت زعلان اطلع مشي إحنا العكس إذا زعلنا خمدنا وهذا الأسوأ اللي مطلوب 20 لـ30 دقيقة يومية حسبوها 20 لـ30 دقيقة يومية 3 أيام في الأسبوع 4 أيام في الأسبوع 120 دقيقة في الأسبوع عشان تساهم في حياة أفضل إذا قدرت أكثر يحييك وبارك الله فيك ويعطيك الصحة والعافية ومد في عمرك بالمنطق 30 دقيقة من النشاط المتوسط اطلع مش بنعطيكم وسائل حتى في الهدف 10,000 خطوة اللي احنا عانينا ليش المشي بسيط فعال مفيد غير مكلف قابل سهل غير مؤلم
يس فكروا فيها. ثلاثين دقيقة ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع على الأقل نشاط متوسط، بعطيكم نبض القلب كيف تقيسه وشنو النبض الملائم القلب على أساس أنت تقوم بعملية يسمونه الأيض في داخل الجسم، على أساس أنت تقوم بالحد من الكوليسترول الضار، ترفع الكوليسترول المفيد وتحد من الأمور الضارة. واحد، الجهاز الدوري التنفسي باللياقة يزيد عندنا شيء يسمونه الماكسيموم أكسجين أبتيك، يزيد السعة الحيوية. الإنسان المدرب والإنسان اللي غير مدرب، إحنا نقول في الرياضة عنده لياقة وما عنده لياقة. عنده لياقة معناته درب قلبه مدرب، القلب عضلة، وأنتوا تعرفون لما أدرب عضلات تصير أقوى. لما أرفع نبض القلب ولمدة معينة بسرعة معينة تزيد الكفاءة. عندنا في الحكام عندهم اختبارات بدنية يقيسون كفاءة الجهاز الدوري التنفسي، عندنا كلاعبين أيضا عندنا اختبارات بدنية. بالنسبة لك أنت، واحد إذا قمت بثلاثين دقيقة في اليوم ثلاث مرات إلى أربع مرات في الأسبوع بسرعة متوسطة، وبعطيكم بعدين إياها، واحد لياقة هوائية يقلل من ارتفاع ضغط الدم، يقلل من ارتفاع ضغط الدم، تحسين وظائف المخ. قلت لكم أنا ثلاث هرمونات لها علاقة بالاستمتاع، لها علاقة بالبهجة، لها علاقة بالمزاج، لها علاقة بالذاكرة، في منطقة يسمونها الهيبوكامبس، منطقة الحسين اللي الحسين اللي مسؤولة عن هذه الأشياء كلها. علميا ثبتت من خلال النشاط البدني يصير توازن في هذا الهرمون. الله سبحانه وتعالى وخلقنا الإنسان في أحسن تكوين، فأنت الله سبحانه وتعالى عشان يمدك بالقدرة على الاستمرار يقوم بعملية هذه التوازن. طبعا يساعد في التحكم في الوزن. استقامة العمود الفقري، احنا بحاجة، في بعض الدراسات يقول لك الجلوس أسوأ من التدخين، التدخين وايد سيء، الجلوس الدوبامين سايتوسين والاندروفين، الدوبامين سايتوسين والاندروفين. العمود الفقري، الجلوس الكثير وجلستنا احنا اللي قدام او ورا، 40% من الناس اللي تدش عيادات العلاج الطبيعي عندها مشكله في ال L4 وال L5. من مصاب من فيها، ناس وايد نعرفهم وعندهم الديسك وعندهم مشاكل ثبت هالجلسه الوايد. لذلك الوقوف والمشي يساعد في الاستقامه. الطاقه اليوميه، الطاقة اليومية، سمعوا دي الكلام، سمعوا دي الكلام، اللي عمره 60 سنة قبل 100 عام أقوى من رجل عمره 20 سنة الآن، يستطيع أن يقوم بمهام توازي إنسان عمره 20 سنة الآن، يتفوق عليه. كل هذه الفوائد، كل هذه الفوائد يخفض مستوى الكوليسترول الضار، يحافظ على وزن الجسم، المرونة في المفاصل، المرونة في المفاصل، تحسين توازن الدم، تدفق الدم، يقلل الاكتئاب، يقلل الاكتئاب، يحرق السعرات الحرارية، يقوي العظام. بنشوف بعدين لما نحط رجلنا معناته مرة ونص من وزننا. النسوان عندهم مرض يسمونه الاستروبوروسيس اللي هي هشاشة العظام. كم واحد شايب يسمعون عنه طاح وانكسر حوضه، وايد نعرفهم، يدي كان واحد منهم الله يرحمه طاح في الزيارة. حلو، كل هذول نظرا لهشاشة العظام. لذلك يكتبون لك ان المشي يقوي العظام. شلون يقوي العظام؟ يقوي الكثافة الاندنسيتي في العظام من خلال المشي، لان انت لما تضغط 1.5 من وزنك. الجري طبعا فوائده اكثر.
عشان نحقق هذه الفوائد كلها اللي قلتها نحتاج فقط أن نمشي فقط. شوفوا المعادلة، إنزين الحين ندش في التطبيق، شلون نمشي؟ شو اللي نسوي؟ يفضل أن تحمل فحص تحفظ تعمل فحص طبي قبل لا تمشي. والفحص الطبي إحنا نقول يجب أن تعمل فحص طبي على الأقل مرة أو مرتين في السنة متى ما صار عمرك فوق 40 عام، تراقب. أنت ما عندك البيت وتراقب فيه الصاير فيه وتعدل زين وجسمك، بفحص بسيط يعطيك دلائل يقول لك أنت حاسب، قلل ارفع من ذي الأي من الشيء، يمكن تحتاج إلى مكملات غذائية في البداية. وهذا اللي يسوونه كثير من الناس، أول ما يتدرب راح ذبح روحه وثاني يوم ما يقدر يقوم. ابتدي مثل التعليم، دائما نبتدي من السهل إلى الصعب، من البسيط إلى المركب، نبتدي بتدرج. التدرج يساعد الجسم على واحدة من أهم قوانين الرياضة اللي هي قانون التعود، The Law of Adaption. قانون التعود يقول إذا أنت أخضعت جسمك لمجهود بدني لمدة زمنية معينة يصبح تفاعل داخل الجسم ليتعود بهذا المجهود. أنا أول يوم أروح المدرسة والمسافة 3 كيلو ورجع 3 كيلو أروح دايخ تعبان وأرجع البيت دايخ تعبان، عقب شهر أروح جري وأرجع جري، عقب سنة لا أطير سباق بين الأوادم. ليش؟ لأن جسمي تعود. لذلك نبتدي بالتدرج. واحد، يجب أن ما يضرك المشي، ما نحتاج أن احنا نتغلب على آلامنا عشان نمشي، لا. وخاصة يمكن أنت في بداية المشي تصير لك بعض الاحتكاكات في الرجل، خاصة لما يكون الحذاء غير مناسب بني لها. وجعلنا من الماء كل شيء حي، 3 إلى 4 لترات في اليوم للإنسان العادي، 4 إلى 6 لترات من الماء للإنسان الرياضي. فترة الشتاء لا تشعر بالعطش، اشرب. إذا شعرت العطش بالعطش معناته أنت عندك لديك جفاف، والجفاف أحد أهم أسباب موت الكبار في السن، لأنه يفضل الجفاف على أنه يقوم ويقوم نفسه لعزكم الله الحمام في الليل أو يقوم غيره فيموت من الجفاف. 65% من جسم الإنسان ماء، 70% من الكون ماء، فكروا فيها. قبل العطش، إذا عطشت معناته جفاف. واحد ونص من وزنك وانت تمشي، لذلك لما تمشي يساعدك على كثافة العظام، الاندنسيتي، يساعد في تقليل نسب الهشاشة العظام. عملوا بحث على ناس ما تعمل ولا شيء، ناس فوق الدراجة وناس تمشي وتجري، التطور اللي صار في هشاشة العظام 0، الدراجة 8%، بالنسبة للمشي والجري 10-12%، والخيار لك. نحتاج أن نتأكد من الحذاء، حذاء جيد. حذاء إذا أنا بمشي برا، إذا في أرض أسفلت، إذا بمشي على الرمل، حذاء أوتدور معناته خارجي لنشاط خارجي، حذاء لنشاط داخلي، حذاء أنا ألبسه يكون مريح بالنسبة لي. حذاء فقط. نعم؟ لا، مو مال مشي، هذه مال وقوف وحركة، ولكن الحذاء الطبي يجب أن يكون في شرطراطات معينة. لو رحت لأي محل وقلت له أبي ووكينج شوز مال مشي براويك مجموعة، نضغط على الحذاء من وراء إذا كان ينزل بسرعة مثل دي الأحذية مو حذاء المشي، مو حذاء التدريب. في بعض الحالات
اللي يصير فيها الاعوجاج في الرجل، اللي عنده يهال أو هو إذا خذيت مكرم السامع حذائك تشوف متآكل من جهة أو جهة ثانية، ما عليه خلة، لا مو خلة، لأن هاي وضع الرجل مائل على مدى سنوات يؤثر على العمود الفقري، تصبح عندك مشكلة في الظهر، وتيك متى؟ لما تقل قوتك ولما تكبر في العمر، خاصة في 35 سنة وانت صاعد تبتدي آلام عندك. هذه بأي عيادة طب رياضي علاج طبيعي يسوون لك نوع القاعة اللي تساعدك فيها. معادلة بسيطة غير دقيقة ولكن مفيدة عشان نحدد نبض القلب اللي بنمشي عليه، اللي هو 220 ناقص العمر يساوي الحد الأقصى لنبض القلب. 220 ناقص العمر يساوي الحد الأقصى لنبض القلب. أنا أحتاج عشان أحقق الفائدة من 30 دقيقة يجب أن أمشي بسرعة 65% إلى 70%، 75% من الحد الأقصى لنبض القلب. اليوم هذه الأجهزة اللي عندنا الذكية كلها تغنيك عن ساعات اللي نشتريها، كلها فيها برامج سهلة تقيس لك على الخطوات، تقيس لك النبض، وحتى تقيس لك بعضها السعرات الحرارية. فإحنا نحتاج أن نمشي في هذا الخط. لاحظوا اللي عالي جدا ما ننصح به للناس اللي تقاعد تبي تمشي بالناحية اللياقة الصحية، هذول حق الناس المتمرسين والناس الرياضيين. إحنا عندنا إذا أردت أنت أن تساهم في كفاءة الجهاز الدوري التنفسي عندك تمشي في الخط البرتقالي، إذا بغيت حق تخفيف الوزن في الأصفر، هذه العمر من 15 إلى 65 فوق، هذه النسبة. أنا إذا عمري 20 سنة 140 نبضة في الدقيقة وواصل عليها 20 دقيقة إلى 30 دقيقة هي الحد المناسب. تستطيع أكثر، برافو عليك، وكل ما تدربت كل ما كانت كفاءة القلب أزيد، كل ما شفت أنت بيكون نبض القلب مالك هابط، تستطيع أن تؤدي أكثر، ولكن هذا معيار من المعايير. إحنا نحتاج دائماً 30 دقيقة من الجهد المتوسط للعالي. نفضل على أساس أن أبتدي 4 إلى 5 أيام في الأسبوع، لا يقل عن 3 أيام. من يعرف الرياضة، من يعرف التخطيط الرياضي، تبي تطور 3 أيام مرتين يبتدي في تراجع، فأنت تحتاج دائما أن تقوم بالتطوير. نشتغل 220 ناقص العمر يعطينا الحد الأقصى اللي هو لنبض القلب. أحتاج أن أشتغل على من 64 إلى 75% من معدل الأقصى لنبض القلب. نحسبها مثال، نعطيكم مثال عشان توضيح. احنا قلنا نبي الشدة المتوسطة، لو كان عمر الشخص 40 عام 180، ليش 180؟ ليش؟ برافو عليك، معناته 220 ناقص العمر 180، ال 65% الى 75% هي 117 من 39، اللي هي هذه اللي احنا نبي نشتغل عليه. وايد مهم ان نوظف، بس بالايفون اللي عندكم حطوه عندكم ويسوي لكم ذي الشغلات ببرامج. الآن إذا كنت مبتدئ توك تبتدي، ميل واحد كيلو و600 متر أو 3 كيلو 200 متر، بنبض قلب 90 إلى 100 نبضة 3 أيام في الأسبوع، هذه للمبتدئين. لو أنا أبي متوسط 3 كيلو إلى 6 كيلو 400 متر، نبض قلب من 100 إلى 120 نبضة في الدقيقة،
هذه مستوى متوسط، مستوى متقدم 6 كيلو وارفع، 6 كيلو وارفع. أقول لكم إيش قد إحنا ضعاف؟ أقول لكم إيش قد ضعاف إحنا؟ أنا كنت أدرس في أحمد الفاتح في الرفاع الشرقي، كان الله يرحمه السايق البواب بحريني عامل مقصوصة يده سعد الله يرحمه، فيقول لي أستاذ إحنا كنا نمشي من الرفاع الشرقي إلى عوالي إلى الرفاينري في رمضان عشان نشتغل 8 ساعات ونرجع، يروحون مشي كم كيلو تصورون؟ ضربوها من الرفاع الشرقي إلى الرفاينري في رمضان في أي حر في أي وقت عشان يروحون الشغل، وإحنا الآن 6 كيلو. أي 6 كيلو؟ فكروا فيها، فكروا فيها. مبتدئ 3 إلى 4 مرات في الأسبوع، 20 إلى 30 دقيقة. متوسط 5 إلى 6 مرات في الأسبوع، 30 إلى 45 دقيقة. متقدم كل يوم تقريبا 45 دقيقة. إذا نبي نسوي تحصيل، نسوي تمرين كامل، برنامج كامل، البرنامج الكامل 30 دقيقة وأعلى يوميا 4 أيام في الأسبوع، تمارين قوة السلام عليكم 3 إلى 4 مرات في الأسبوع، 4 أيام في الأسبوع 30 دقيقة، مرتين تمرين قوة بدنية، مرونة مرتين 2 إلى 5 دقائق. بقول لكم من الأشياء اللي اختفت فينا، ما أدري ليش، ما أدري ليش. أول إحنا كلنا ما إن شاء الله أنتوا فيكم أهل سترة، لما نقوم الصبح أنت ما غلط، الحين ما حد ما غلط. ما حد ما غلط الحين. القطش يسوي إذا عندك قطش في البيت؟ التماقض شنو؟ مرونة. أوكي. فأنت تحتاج إلى مرونة في المفاصل. كبار السن، كبار السن، عينة دراسية في كندا في أوتاوا، خذوا ناس فوق 70 سنة وخلوهم في تدريبات بدنية وتدريبات قوة، شافوا بأن تدريبات القوة تفيدهم أكثر من تدريبات الهوائية، لأن أنت في الله يرحم الوالدة كانت دائما تقول يلا بحسن الخاتمة، فأنت لما توصل لمرحلة عشان تحافظ على كرامتك، أن أنت تقوم تربط جوتيك بروحك، محشوم السامع تقوم بقضاء حاجتك بروحك، يس، فأنت تحتاج إلى 3-4 مرات في اليوم 30 دقيقة تدريبات تقوية حتى من غير أوزان. هاي تمرين تقوية، والنت مشحون، اكتب functional strength، اكتب القوة الوظيفية الذاتية من غير أدوات، بتيك عشرات وآلاف التدريبات. والمرونة 2 إلى 5 دقائق يوميا. تبي برنامج متكامل، تحمل هوائي، قوة عضلية، مرونة ونشاط. في بحث عمل خذوا أطفال 4 أو 5 سنوات وخذوا كبار 35 سنة، 30 إلى 35 سنة. إيش قالوا لهم؟ قالوا اللي يسوي الياهل سو أنت، إذا نام نام، إذا أكل أكل، إذا تحرك تحرك. خلصوا وزنهم، انزلوا وايد وزنهم الكبار. ليش؟ لأن الطفل مخلوق بالحركة، مخلوق بالحركة، إحنا اللي نحد منها وإحنا اللي نضعفها. عندنا برنامج 1000 خطوة، تحدي 1000 خطوة. 1000 خطوة مو تدريب، 1000 خطوة
يومياً 3000 خطوة منها خلها سريعة، باقيها بنيكم وسائل كيف تحققون 1000 خطوة يومياً. بنعطيكم بعض الأشياء، ولكن في 1000 خطوة سوري في 10000 خطوة، في 10000 خطوة اللي هي 10 كيلو، في 10000 خطوة آسف، 3000 خطوة اللي هو 3 كيلو 3000 متر، قوم بها بحركة متوسطة وعالية. كيف؟ 1، استخدم الدرج بدل المصعد، طابقين 3 يا اخي روح بالدرج، روح بالدرج، امشي اذا انت في طريق بعض تقضي الحوايج، روح مشي، روح مشي. اذا انت بتروح لوجبه لعشاء وقف السياره واطلع مشي. اذا انت بتوقف سيارتك بدل ما توقف السياره مول عند الباب، يا اخي خل حق الناس العجز، الناس اللي يحتاجون هذا الموقف، وهذا منظور حضاري. وقف في مكان بيعطيك فايده وانت بتستفيد تحقيق 10000 خطوه في اليوم. وانت تتكلم، واحنا ما اكثر ما نتكلم في التليفون الحين، يا اخي تمشي بدال ما انت يالس وتهذر، خاصه اذا كان كلام اجتماعي مو عملي، مو عمل، اطلع يا اخي مشي. واكيد اكيد 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 اللعب، الاستمتاع، جزء استمتاع باللعب مع الاطفال. هذه دراسه صارت في مؤسسة علمية كندية في 2016، مسببات الأزمات القلبية والجلطات تجي من حاجتين أساسيتين، من الضغوط النفسية ومن قلة النشاط البدني، من الضغوط النفسية وقلة النشاط البدني. وتتدرج قلة النشاط البدني يزيد من المخاطر النفسية، قلة النشاط البدني يزيد من المخاطر النفسية وتؤثر سلوكيا. الآن احنا المتخصصين في علم النفس ننصح للناس اللي عندهم تنشن اللي هو عصبية زايدة بممارسة الرياضة والنشاط البدني. الضغوط النفسية ايضا تساهم بنفس الشيء. اوكي، ما اقتنعتوا، طلعوا الخمس سلايدات الأخيرة، طلعوها. ثمانين في المئة من الأمراض اللي موجودة عندنا اللي تسبب الوفاة غير معدية، 80% من الأمراض مسببة الموت في العالم غير معدية. يعني من يابها لنفسه؟ الإنسان يابها لنفسه. أوكي، خلينا نشوف. أمراض القلب، أمراض الخاصة بالجهاز الهضمي، ضغط الدم المرتفع، مرض السكري، الجلطات، الله يبعد الشر السرطان، الأمراض اللي تصيد النساء في مرحلة المتقدمة، وتضخم الكبد، كلها بسبب قلة النشاط البدني. ثلاثة تريليون دولار دفعت مو على القضاء على الأسباب ولكن معالجة الظواهر. نشوف أزيد. عملية الأيض هي العمليات الكيميائية اللي تتفاعل في الجسم لإنتاج الطاقة حتى يتسنى للجسم بالقيام بالوظائف الحيوية، كما تعتبر من أكثر العمليات فائدة إنها تتحكم بشكل رئيسي في الوزن. هاي عملية يسمونها عملية الأيض. مسببات اللي 80% من الموت في العالم، مسبباتها 6 أشياء.
نظام غذائي غير صحي. 2 قلة النوم. 3 قلة النشاط البدني. 4 التلوث، ما أكثر ما عندكم يا ستر التلوث. القلق وأيضا الإحباط، كلها 1 من 4 في العالم على الأقل عنده 1 من هذه الأشياء. زين شنو بيصير فيني؟ شنو بيصير فيني؟ خل أرويك شو بيصير فيك. سمعتوا عن شيء يسمونه الأقدام السكرية؟ برويكم شنو الأقدام السكرية. الأعراض اللي ممكن تصيدك ونحكم على أن أنت عندك متلازمة الأيض اللي هي 1 زيادة في الوزن، الدهون زيادة في الوزن، زيادة في الدهون الثلاثية. ما قلنا نفحص إسعال الدهون الثلاثية، نزول هبوط في الكوليسترول المفيد، في كوليسترول ضار وكوليسترول مفيد، عندنا زيادة في ضغط الدم وزيادة في السكر، وإحنا 44% 40% من فوق 44 عندنا مشاكل فيهم. زيادة الوزن 80% من الشباب عندنا عندهم زيادة وزن. ما اللي ممكن يحدث؟ هذا اللي يحدث. يصيدك أما جلطات أما سكتة قلبية أو مشاكل سكر. لكم الخيار أخواني بين هذا الشكل وهذا الشكل، بين هذا الشكل وهذا الشكل. نص ساعة لك، حق أم عيالك، حق عيالك، نشاط بدني. الأبعد أفضل وسيلة للتعليم هو القدوة، أفضل وسيلة للتعليم هو القدوة. أن تكون قدوة داخل أسرتك، تبنى نهج حياة يساهم في مستقبل أفضل لأحب الناس لك وحياة كريمة لك. وأشكركم على كرمكم بحضوركم، وأشكر الإخوان على استضافتهم. يعطيكم العافية وشكرا. طبعا أولا أشكر الأخوة في الجمعية الحسينية على إقامة مثل هذه الفعاليات، ويعطيكم الصحة والعافية. سؤالي للدكتور نبيل بخصوص مرضى القلب، نصيحتك لهم في بداية المشي أو بداية رياضة المشي؟ هاي أولا. السؤال الثاني، في الآونة الأخيرة سمعنا الكثير من الشباب اللي توفوا في رياضة المشي في البحرين، طبعا نتكلم عن البحرين، يعني ما يقارب يمكن 10 وأكثر في الفترة هاي البسيطة اللي مضت. ويعطيك العافية دكتور، شكرا. أشكرك على السؤال. احنا تذكرون لما قلنا مهم جدا الفحص الطبي قبل ما أمشي والنصائح الطبية من الإنسان المختص. أحد الأشخاص اللي أعرفه تقريبا مقارب 70 سنة عمل عملية قلب في إحدى الدول، قال عياله يقولون له الحين لازم يخفف. قال شنو؟ الدكتور يقول ليش يخفف؟ العكس، يختار ماذا يعمل. لا نسوي ان هذه المشاكل سببها الرياضة، العكس، على اساس انت تزيد من هذه الكفاءة. تدري احدى الاشياء اللي يقيسون عليها كفاءة القلب هو الاسترستس، لما يحطونك على جهاز ويحطون انت مربوط باسلاك وتشوفون حالة القلب وقت المجهود، معناته اللي انا اقيسه هو الكفاءة اللي بيكون عليها القلب. فاحنا نحتاج، ولكن أشكرك بنصيحة الطبيب. الموت المفاجئ
ليس هناك سبب مباشر واحد، ولكن دائما نقول توجد مشاكل لدى الشخص كانت مخفية عليه قبل لا يمارس، ولما مارس الرياضة ظهرت فيه. فلذلك احنا ايش قلنا؟ لاحظنا احنا ان اللي توفوا يعني على الاقل الخمسة اللي توفوا في الاخير من 40 ل 45 سنة، واحنا قلنا ننصح بالفحص البدني. الكوليسترول الدهون الثلاثية يسمى القاتل الصامت، اذا ما تفحص ما تعرفه. واحنا نقول زيادة الوزن، لا، حتى في ناس جسمهم نحيف وعندهم مشاكل في الكوليسترول. ميزة الرياضة خاصة المشي ان انت تقدر تلعبها على كل الاعمار. ولكن اشكرك على السؤال. نبتدي بمساحة انا اكون مرتاح فيها، واحنا كان في 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 شفافية انا شلتها. اذا تبي تعرفها من ما عندي لا تلفون، ما عندي ذي السوالف، ابى اعرفها. اعطيكم شيء اسهل، اذا انت تمشي مع رفيجك وتقدر تقول جمل كاملة، إذا أنت تمشي بسرعة معينة والجمل تختارها معناته أنت نبض القلب قاعد يشتغل بشكل جيد. إذا أنت تمشي وما تقدر تتكلم معناته خفف. السرعة لها علاقة بالحالة القبلية وحجم التدريب اللي فيه، ودائما يصير في تطور. إحنا لما نيجي في المختبر عندنا نبتدي بخمسة، بسرعة خمسة، ونزيد للواحد سبعة ونص لازم يجري، سبعة وفوق. نشكر الدكتور على المحاضرة القيمة. هل من الصحيح يعني أن اللي بيمشي يعني يأكل أكل دسم وبعدين يروح يمشي؟ يعني هل صح هذه الطريقة؟ أو يكون أنه جيعان يعني؟ شكرا. عشان ينهضم الأكل تحتاج إلى وصول دم إلى المعدة. إذا أنت قررت تمشي بعد الوجبة مباشرة، لو قررت، إحنا ما ننصح، لو قررت تمشي بعد الوجبة مباشرة امشي بشكل هادي. ليش؟ لأن أعطيك إياها مثل الرياضيين، إذا راح يلعب بطن مملي كرم السامع يستفرغ، لأن بدل ما يروح الدم للمعدة لازم يتوزع على العضلات. ننصح إحنا ساعتين عقب الوجبة إن أنا أمشي، ويعتمد على نوع الوجبة، يعتمد على نوع الوجبة. دسمة ابتدي بشكل متدرج، ولكن على الأقل ساعتين عشان تسمح أنت بالهضم يصير، ولا بيصير على حساب الهضم وممكن يسبب لك في مشاكل في البطن. تأثير هو بس يعني بيصير ديسكومفورت، عدم راحة. ولكن أشكرك على السؤال. نصيحة، إحنا قالبين المثلث، قليلين الفطور كثيرين الغداء، مخرطينها في العشاء. الفطور نفوته، العشاء ما نفوته. الفطور نفوته ما عندنا مشكلة، العشاء ما نفوته. الفطور نأخره والعشاء نأخره. حلو. تأخير العشاء مضاره لا تتصورها. احدى الدراسات، مو مثبوتة علميا بالحق العلمي، احدى الدراسات تقول اذا الاكل في المعدة مثل زخم في الجسم، وهذا الزخم يوديك للموت، والله بعد الشر السرطان. المعدة المليانة وقت النوم ظاهرة غير صحية جدا. لذلك ننصح على الأقل مينيموم 3 ساعات قبل النوم. الشيء الثاني، مدام تكلمنا عن التغذية، الشيء الثاني عكس الرياضيين
يا شباب عكس الرياضيين، صوموا بين الوجبات، صوموا بين الوجبات، تاكل الفطور على الأقل 4 ساعات، اشرب ماء على الأقل، لا تاكل شيء لمدة 4 ساعات، كليت غداء على الأقل 4 ساعات لا تاخذ شيء. ليش؟ السكر، انت كليت الانسولين يقول لك تعال احتاج، البنكرياس يقول شنو احتاج انسولين، فيطلع انسولين عشان يوازن السكر في الدم، صح؟ ما يحتاج فترة يهدأ، قبل لا يهدأ عقب ساعة واحدة رديت كليت فيرتفع الانسولين، عقب ساعة رديت كليت فش قاعد يصير في الانسولين؟ تصاعد 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 تصاعد، سكر تايب 2. أفضل فترة للرياضة الصباح، تعدل شيء نسميه الساعة البيولوجية، ساعة داخلية للجسم، إذا تستطيع. وعلى فكرة أفضل فترة للطاقة هي أن تقوم بالمشي مع شروق الشمس، أفضل فترة أن تكون في الخارج، أفضل فترة تكون في الخارج مع شروق الشمس وبنشاط بدني. انت ماكينه قديمه مبرمجه. نعم انت مبرمجه. كم سنه تجري؟ قاعد تجري تجري تجري، الحين غيرت النمط، فيبتدي ان تتعب. مو لان ان التعب عباره عن شنو، تعب معناته تكوين احماض توصل للعضل وتصير في الدم. احنا نقيس حامض اللاكتيك، نقيس. انت ما عندك، بس اللي عندك شنو؟ عدم تعود. وإذا تستطيع تجري بالعكس، عارف أستاذ، بالعكس يعني إحنا نقول للمشي للناس اللي ما جربت نشاط بدني. على فكرة إخواني الرياضيين اللي يلعب رياضة، أنا طول عمري ألعب رياضة طول عمري، فعضلة القلب عندها قوة على ضخ الدم، شو يصير في الأوردة؟ تتوسع. إذا وقفت مباشرة خطر علي أزيد من الإنسان اللي مارس، اللي ما يمارس أهون من الإنسان اللي 20 سنة يلعب رياضة ومرة واحدة ترك ما يتحرك. الناس اللي يتركون الرياضة يتركون التنافس، ما يتركون الرياضة، ما يتركون الرياضة. على العكس، إذا أنا أعرف أن زيادة الوزن ستؤثر فيني في اكتئاب ومشكلة مشاكل صحية ونوعية حياة مستقبلية، شو اللي خلينا أوقف؟ الأزيد يا إخواني كونوا قدوة لأحبائكم بالنشاط البدني، 1000 خطوة في اليوم. 100 سنة قبل جدك لو عايش الحين أقوى منك وأنت صغير، مع الأسف. فيجب نعكس الآية. تفضل. شو الهدف؟ شو الهدف؟ الهدف بالمشي ان انت تقوم خل اروك اياها بسرعه. انا ابي هدفي